مشاهدي الكرام، الموسيقى روح الفنون، وهي البوتقة التي تتفرع منها الأعمال الفنية العظيمة والإنتاج الأدبي الذي تزخر به الصحف والمجلات العمانية. وفي بلادنا يوجد العديد من الشعراء المجيدين، سواء من الشباب أو الشيوخ. يا ليالي بهاتيك الغضون، بين من أهوى في حديد فثنيات الضعون، موقف النجوى. ايوه سويت لنا لبشنتي، سويت كلمه واحده طويله ذي، كبيره ذي. والى عطاء اكثر ومستمر ان شاء الله. اشكرك استاذ عبد الله. نحييكم اجمل تحيه ونرحب بحضراتكم الى هذا العدد الجديد من مجله التلفزيون. فايهما يعني تحبذين؟ ما هو حيكون الاختيار صعب كثير. ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم في البرنامج الجماهيري أرقام ومعلومات. ديوان الحروف. احنا زين لو نبدأ نشوف الشبكة حتى ونبدأ نعرف بشبكتنا كيف راح تكون. ديوان الحروف هو عبارة عن شبكة راحين نشاهدها سوا.